كل سنة نشوف جزء كول اوف ديوتي قادم من احد ثلاث شركات او ثلاث استديوهات اللي هما انفينيتي وورد، سليج هامر وترايرك. استديو انفينيتي وورد واستديو سليج هامر عادة ينزلنا اعلان على طول بدون تلميحات بدون اي شيء، على طول نشوف انهم نزلوا اعلان اللعبة نفس كول اوف ديوتي مودرن وورفير ونفس كول اوف ديوتي وورلد وور 2. احيانا نشوف بعض الالغاز والتلميحات اللي جدا بسيطة نفس اللي صار مع كول اوف ديوتي انفينيت وورفير ببلاك اوب 3. بس الاستديو الثالث اللي هو استديو ترايرك لا، استديو ترايرك عودنا دائما على الالغاز، وهالسنه لعبه كول اوف ديوتي راح تكون من استوديو ترايرك باسم بلاك اوبس كولد وور. وامس الشركه عطتنا لغز جدا خرافي اشتغلوا عليه كل اليوتيوبر مع بعض عشان يحلوه وعشان نشوف اول تلميح عن جزء كول اوف ديوتي القادم اللي هو بلاك اوبس كولد وور. فبهالفيديو راح اشرح لكم اللغز كله، صدقوني اللغز جدا جدا ممتع، وبالنهايه راح تشوفوا النتيجه من حل اللغز اللي هو اول صوره رسميه من بلاك اوبس كولد وور. فيلا خلينا نبدا الفيديو. هذا الفيديو برعاية Acer Predator اللي تعتبر من أقوى الشركات لصناعة لابتوبات الجيمينج، وراح أتكلم على أقوى وأجدد لابتوب ألعاب منهم اللي هو Acer Predator Ryzen 500 بنهاية الفيديو. قبل نبدأ الفيديو إذا ما يهمك شرح حل اللغز تبي تشوف النتيجة النهائية فقط، فشيك أول تعليق مثبت راح تلاقي وقت تحليل الصورة اللي طلعت. بس نصيحة إنك تشوف شرح حل اللغز أولا لأنه ممتع، وثانيا عشان يعطيك فكرة عن كيف إنه الألغاز راح تكون جدا معقدة بجزء Call of Duty Black Ops كولد وور. طيب استوديو ترايرك من كم يوم ارسل صناديق خشبيه او بوكسات لبعض يوتيوبر كول اوف ديوتي نفس مستر دارلك جي دي ونوح، وارسلوا لبعض مواقع كول اوف ديوتي نفس شارلي انتل. بعثوا لهم صناديق خشبيه وكل صندوق كان مسكر وفيه قفل، هالقفل لازم تحط عليه رقم معين عشان يفتح. فكل الصناديق اللي ارسلوها لليوتيوبر والمواقع كانت مقفله من يومين وصلتهم، ما فيهم يفتحوها لحديت ما يحطوا الرقم السري. طبعا كل صندوق كان عليه رقم معين، مثلا الصندوق اللي وصل لنوح كان مكتوب عليه 935، فنوعا ما تلميح انه قصه الزومبي راح ترجع. اللي ما بيعرف 935 هي مؤسسه او منظمه جدا مشهوره بقصه الزومبي. فالمهم نرجع لموضوعنا، كل صندوق كان عليه رقم معين وبعتين رسالة مع كل صندوق كاتبين عليها انه بتاريخ 10 أغسطس 2020، يعني 10/8/2020 اللي كان امس الساعة 12 PM EDT اللي هو لما نحوله لوقت حاليا رح يكون تاريخ 10 أغسطس الساعة 7 بالليل بتوقيت السعودية. ارسل الرقم اللي مكتوب على الصندوق لرقم التلفون اللي اعطوهم اياه بالظرف. يعني بالمختصر كل صندوق عليه رقم، وحكولهم انه 10 أغسطس 2020 اللي هو امس الساعة 7 بالليل بتوقيت السعودية ارسل الرقم اللي مكتوب على الصندوق الا رقم التلفون اللي اعطوهم اياه جوا الظرف اللي ما حد شافه الا هم، ورح نرسل لك رمز عشان تفتح في الصندوق. وفعليا كلهم سووا هالشيء امس الساعة 7 بالليل، كانوا مسوين بث مباشر كل واحد على قناته، وفعليا وصلهم اكواد ليفتحوا فيها الصناديق. ففتحوا الصناديق وطلع في جوا كل صندوق بروجيكتر، كل واحد عنده بروجيكتر شكله غير الثاني. بس الشيء المميز بهالبروجيكترات انها كلها بروجيكترات جدا قديمه، بروجيكترات من الخمسينات، يعني بروجيكتر جدا بدائي، مو نفس البروجيكتات اللي عندنا حاليا. من كثر ما البروجيكتات كانت جدا قديمه ما فينك تعرض فيديوهات عليها، فقط صور، والصور لازم تحطها جوا يعني مثل كبسوله تطلعها من البروجيكتر، تحط فيها صور مصغره وبعدين تدخلها جوا البروجيكتر وتطلع لك اياها على الحيط. يعني بروجيكتر جدا بدائي. ففعليا هذا اول تلميح انه اللعبه قديمه او اللعبه بالحرب البارده اللي هي الكولد وور. فالمهم لما عرضوا الصور جوا البروجيكتر اول شيء طلعوا لهم خريطة سمت، خريطة سمت اللي كانت موجودة ببلاك اوبس 1 بعدين رجعوها على بلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4، كانت فعليا حاطين صورة الخريطة من فوق. فاليوتيوبر ما كانوا متأكدين هل هي فعلا سمت او لا، لحديت ما شركة ترايرك غيروا الكفر بيكتشر تبعهم على الفيسبوك وتويتر وغيروها لجبال ثلج اللي موجوده بسمت، فتاكدنا انه اول صوره بعتوها هي سمت. فمعناها انه ماب سمت فيه شيء معين، يعني ما حطوا صورته على الفاضي. فالناس كلهم شغلوا بلاك اوبس 4 ودخلوا على ماب سمت وانتبهوا انه الشاشات الكمبيوتر اللي موجوده جوا ماب سمت كلها
كلها تغيرت فعليا، صار في شاشات خضراء فيها دوائر ومربعات غريبة، هالدوائر ما كانت موجودة بسمت من زمان. وغير هيك في ساعات موجودة بماب سمت، ساعات فيها أوقات لباريس، موسكو، طوكيو، نيويورك ولندن. هاي الساعات كانت كلها تتحرك، أو العقارب اللي فيها كانت دائما تتحرك وشغالة، بينما حاليا كلها واقفة وثابتة. طيب ولما نشوف باقي الصور اللي موجودة بالبروجيكتر، كانت عبارة عن خرائط لبلدان العالم، وكل خريطة عليها رقم. في خريطة عليها رقم 1، خريطة عليها رقم 2، 3 و4. والصور الثانية اللي كانت موجودة بالبروجيكتر كانت عبارة عن صور دوائر مثل ما شايفين قدامكم حاليا، فيها احرف تي ار بي واي كذا، والدوائر هاي تقريبا بتشبه الساعات، يعني نفس دائرة الساعة بس بدال الارقام احرف وما في عقارب. وكل صورة من هالدوائر في تحتها صورة دائرة صغيرة بلون معين، في دائرة باللون الأصفر، في دائرة باللون الأحمر، في دائرة باللون الأزرق. طيب يعني إلى الآن ما فهمنا شو رح نسوي بهالأشياء. عنا صور خرائط عالم فيها أرقام 1 2 3 4، عنا صور دوائر مثل الساعة فيها أحرف وفيها دوائر ملونة، وعنا صور ثانية رح نجيلها بعد شوي، بس حاليا خلينا نركز على هدول الاثنين، خرائط العالم والدوائر يلي مثل الساعة. لو منشوف ماب سمت راح نلاقي فيه ارقام اللي هي 1 2 3 4، وشكلها نفس شكل الارقام اللي مكتوب على الخرائط بالضبط. والشيء المميز انه كل رقم من هالارقام اللي متوزعين بماب سمت كان ملون بلون معين، يعني فعليا رقم 2 كان باللون الاخضر، رقم 1 باللون الازرق، ونفس الشيء رقم 3 و4، كل واحد له لون مختلف عن الثاني. وفي شيء نسيت اذكره، انه الخرائط اللي طلعوها من البروجيكتر اللي كل خريطه عليها رقم معين، هاي خرائط بلدان، واحدة منهم روسيا، واحدة منهم فرنسا، وامريكا وبريطانيا. طبعا هاي الشيء شو بدلنا؟ بدلنا على الساعات. في عنا ساعات واحدة مكتوب عليها باريس اللي هي فرنسا، واحدة موسكو اللي هي بروسيا، واحدة نيويورك بامريكا، واحدة لندن ببريطانيا، وعنا كمان زيادة اللي هي طوكيو باليابان. طيب فحل اللغز هو كالتالي، لازم تركزوا معي شوي. عنا الخرائط اللي عليها ارقام، خلينا نشوف الخريطة اللي عليها رقم 1، خلينا نقول انه هي باريس مثلا، ماني متأكد ممكن تكون روسيا او شيء، بس خلينا نقول هي كانت فرنسا او اللي هي باريس. فحاليا عرفنا انه الخريطة يلي عليها رقم 1 هي فرنسا، تمام؟ نروح على السمت نشوف رقم 1 بأي لون. رحنا مشينا بسمت وشفنا رقم 1 كان باللون الأزرق، فبعدين نروح على الصور اللي هي عبارة عن دوائر وفيها أحرف اللي هي مثل الساعات، نشوف الصورة منهم اللي فيها لون أزرق. مثل ما قلت لكم هاي الدوائر اللي فيها أحرف اللي مثل الساعات كل واحدة ملونة بلون تاني، فنشوف اللي لونها أزرق، فرح نعرف انه هالدائرة لباريس، لانه باريس على الخريطة رقم 1 وبماب سمت رقم 1 كان باللون الأزرق، فناخد هالدائرة ونحطها فوق الساعة اللي مكتوب عليها باريس بماب سمت، فرح تعطينا أحرف. هاي خلاص هاي رقم 1 عطتنا 3 أحرف، فأول 3 أحرف كانت BIS، ونفس الشيء نعمل مع رقم 2 ورقم 3 ورقم 4. كل خريطة عليها رقم، نروح نشوف رقم اللون سمت، بعدين نروح نشوف نفس اللون بالدائرة نحطها على الساعة تبعه، ورح تطلع لنا أحرف. وبعد ما عملوا الأربع خرائط والأربع ساعات طلعت معنا جملة بش يو ار هير، كلمة بش مالها معنى، وبعدين يو ار هير انت كنت هنا. فاليوتيوبر لما طلعت معهم هالجملة ما كان عندهم اي فكرة شو معنى هالجملة، كتبوها بجوجل بكل بساطة وطلعت انه هي اسم مباراة في لعبة الشطرنج عام 1972 بالحرب الباردة بالكولد وور، وكانت بين شخصين من بطل عالم بالشطرنج بأمريكا وبطل عالم بالشطرنج بروسيا. هاي مباراة حقيقية فعليا صارت، ومباراة شطرنج هاي لو تكتب اسمها على اليوتيوب راح يطلع لك المباراة بالكامل، فينك تشوفها بالحقيقة اللي صارت عام 1972، وفينك تشوف محاكاة لها، تشوف كل لاعب شو لعب. فالمهم عنا صور ثانية بالبروجيكتر ما تكلمت عنها أبدا، اللي هي عبارة عن صورة عبارة عن مربع مليان أحرف، فنفس الشيء بالضبط، ناخذ هالمربع المليان أحرف ونحطه بالصور أو الشاشات الجديدة الموجودة بسمت يلي شاشات خضراء وفيها دوائر. لما بالفوتوشوب تحط صور الأحرف على صور الدوائر بماب سمت رح تطلع بعض الأحرف عليها دوائر، لما نجمع الأحرف هاي كلها رح تطلع لنا جملة turn 11 white اللي هو الدور رقم 11 للأبيض، اللي معناه انه بمباراة الشطرنج اللي صارت عام 1972 نشوف الحركة يلي صارت
بالدور رقم 11 للفريق الأبيض. طيب ففتحنا مباراة الشطرنج وشفنا الدور رقم 11 للفريق الأبيض اللي كان دور اللاعب الروسي بوريس فاسكي، واللي سواه بكل بساطة انه استعمل الجندي الأبيض بالشطرنج، في عندك جنود وأحصنة وكذا. فالمهم اللي سواه بالدور تبعه انه استعمل الجندي تبعه الجندي الأبيض ليقتل الجندي الأسود من الفريق المنافس. فالجندي بالشطرنج بالإنجليزي معناها بون، ففعليا يلي صار هو بون تيك بون، يلي هو جندي قضى على جندي تاني بون تيك بون. فلما تروح وتكتب على النت بون تيك بون دوت كوم راح يطلع لك الموقع يلي فيه صورة رسمية من جزء كول اوف ديوتي بلاك اوف كولد وور. صراحة اهنيهم على هاللغز، لغز خرافي، فعليا لغز خرافي. لما حلينا اللغز طلعت لنا هالصورة اللي شايفينها قدامكم حاليا، او عشان نكون دقيقين هي مو صورة هي فيديو، لانه الرقم اللي تحت على اليمين قاعد يتحرك وانتم شايفينه قدامكم. فخلينا نحللها مع بعض بشكل جدا سريع. طبعا الارقام الموجودة تحت اللي قاعدة تتحرك، اول شيء رقم 12 فنعرف انه هي الساعة 12، وبعدين نشوف بعدها تاريخ يلي هو 14/8 يلي هو فعليا بعد 3 ايام يوم الجمعة. فالناس توقعوا انه ايه اخيرا هذا موعد اعلان Call of Duty Black Ops Cold War يوم الجمعة القادم. فايه كل مواقع الالعاب كتبوا اخيرا موعد الاعلان وكذا، لحديت ما اليوتيوبر نوح وصلته رسالة من Activision كاتبين فيها انه هذا التاريخ يلي هو 14/8 يوم الجمعة الساعة 12 ما راح يكون موعد الإعلان، لا راح يكون الخطوة الثانية من اللغز. يعني هذا كل شيء سويناه الخطوة الأولى من اللغز عشان نوصل للإعلان، ويوم الجمعة راح يكون في خطوة ثانية للغز وممكن خطوة ثالثة. فشكله الإعلان لازم نقاتل عشان نوصل. فالجهاز اللي تحت على اليمين اللي عليه الأرقام اللي قاعدة تتغير هو عبارة عن جهاز أشرطة فيديو VHS. فالناس متوقعين إنه يوم الجمعة ينحط شريط VHS جوا الجهاز ويشتغل فيديو على التلفزيون شايفينه قدامكم. شو هو الفيديو؟ الله أعلم، ما حد بيعرف. كنا متوقعين الإعلان بس قالوا إنه ما هيكون الإعلان، فممكن تلميح من اللعبة أو جيم بلاي بسيط، أو ممكن يكون شيء جدا غريب يكون عبارة عن خطوة لحل اللغز الثاني. اللي بنشوفه كمان بالصورة عنا الشطرنج تحت على اليسار يلي هو جندي أبيض وجندي أسود ميت، اللي هو فعليا الخطوة اللي صارت عشان نوصل للموقع اللي هو بون تيك بون أو جندي أبيض خضع الجندي الأسود. بنشوف عنا التلفون، التلفون أظن له علاقة إن هم اليوتيوبر كلهم بعتوا رسائل بالتلفون لو وصلهم أكواد ليفتحوا الصناديق، فيعني نوعا ما له علاقة. وبنشوف جهاز كمبيوتر قديم. الشكل العام لهالصورة اللي هو شكل قديم، اللي هو أجهزة هاي اللي شايفينها قدامكم هاي أجهزة من الحرب الباردة عام 1972، فيعني تقريبا شبه تأكيد انه بلاك اوبس كولد وور. أدري كلنا نعرف انه بلاك اوبس كولد وور من التسريبات، بس إلى الآن ما في شيء رسمي من الشركة انه الجزء القادم اسمه بلاك اوبس كولد وور. بشكل عام الصورة شايفينها قدامكم جدا تشبه المقدمة من بلاك اوبس 1 اللي كمان كان فيها تلفون مشابه ومايكروفون وجهاز كمبيوتر بيشبه الأجهزة المقدمة اللي كل ما تفتح بلاك اوبس 1 لازم تطلع لك بالبداية. ولما نشوف ورا التلفزيون في عنا صورتين، أول صورة اللي هي خريطة الوارزون أو جزء من خريطة الوارزون، فنوعا ما تأكيد على التسريب اللي طلع إنه بلاك أوبس كولد وور رح يكون مرتبط بالوارزون. وتاني صورة عنا إياها عبارة عن صورة فيها هليكوبتر وسيارات وكذا، تحسها صورة كرتون عادية، بس هالصورة هي لعبة وهي من أول الألعاب اللي أنتجتها شركة أكتيفيجن على جهاز الأتاري عام 1982. وسنة عام 1982 اللي نزلت فيها اللعبة لو منشوفه هل له علاقة بالحرب الباردة أو الكولد وور، رح نشوف أنه بين سنة عام 1982 و 1984 كان الوضع جدا حاد وجدا مولع، يعني بين أمريكا وروسيا أو الاتحاد السوفيتي بهداك الوقت، وكان على وشك تصير حرب نووية. فيا شباب هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات تحرياتكم، وأتمنى إنكم تنشروا هالفيديو بين الناس اللي مهتمين بلعبة Call of Duty عشان يشوفوا الألغاز هاي، وعشان اللغز القادم لما ينزل يوم الجمعة نكون نحنا ككوميونتي عربي لاعبين Call of Duty نشارك فيه، وما حد يدري ممكن حد منا يحله. فأي بس كان معكم شركيال شركة كيش كم ديها التاني إن شاء الله. مع
مع السلامة. طيب نهاية الفيديو خلينا نتكلم عن سبونسر أو راعي الفيديو اللي هي شركة Acer المعروفة بلابتوبات جدا رهيبة، نفس اللابتوب شايفينه قدامكم حاليا اللي هو Acer Predator Ryzen 500. هاي أول تجربة من Acer لأنها تسوي لابتوب جيمينج وبنفس الوقت لابتوب نحيل. لابتوب انتم شايفينه حجمه جدا خفيف وشكله جدا أنيق، ولما تقول لأي شخص إنه لابتوب جيمينج ونحيل راح ياخذ فكرة إنه لابتوب ضعيف أو شيء من الكلام، بس اللابتوبات جدا قوي ومن استعمالي له صراحة ما شفت أي مشاكل فيه، ما حسيت بمشاكل لانه الكولينج او التبريد باللابتوب جدا كويس. صحيح انه حجمه صغير بس عاملينه بطريقه الجهاز دائما يضل بارد. اللابتوب بيدعم كرت شاشه RTX 2060 2070 و2080، بس طبعا افضل واجدد واحد هو اللي بيدعم كرت شاشه RTX 2080 سوبر وبيدعم بروسيسور انتل من الجيل العاشر، وفوق هذا كله فيه شاشه 300 هرتز. متخيلين لابتوب بشاشه 300 هرتز؟ يعني ما في شاشات جيمينج حاليا 300 هرتز، بس هذا اللابتوب حاط لك شاشه ب 300 هرتز، شيء جدا رهيب. فيه خاصيه الاوفر كلوك عشان تشغل السي بي يو والجي بي يو باقوى شيء ممكن، وفيه كمان الكولر بوست لو حزيت اللابتوب عم يحمي بشيء معين، في زر بتضغطه بيخلي اللابتوب يشغل مراوحه باقوى شكل ممكن مشان ما تواجه اي تعليق. طبعا هاللابتوب واي لابتوب من Acer Predator بيدعم برنامج Predator Sense اللي بيكون موجود على اللابتوب نفسه، او فينك تحمله كابلكيشن على الاي او اس او الاندرويد. عن طريق برنامج فينك تراقب حرارة الجهاز، فينك تسوي overclocking للجهاز، تتحكم بقوة مراوح اللابتوب وحتى بأضوية الـ RGB، واشياء اكثر كلها فينك تتحكم فيها عن طريق البرنامج وانت قاعد تلعب، فصراحة ميزة جدا رهيب. اذا مهتم تعرف معلومات اكثر عن اللابتوب شيك اول لينك موجود بالوصف.